علالي ناحيه الغشيان، الغشيان ماشي ماشي الغشيان، براود 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 اكثر من لاعب، براود اكثر من لاعب، ومرر مكان سليم لوك، لكن توصل في هذه الغشيان الخشيان في اليمين عدى من واحد وماشي بحرمه بعيد شيلا محمد لبعد بعدي هالثلاث افراد على الجناح الايمن بعدي الواكنر مارسيليو بعدي فهد بعدي مقطوعه باتجاه الخشيان فهد الخشيان على الجناح الايمن فهد بيحاول يعدي
هجمة هلالية الخشيان لسامي سامي يلعبها تحت اليمين يعدي الخشيان يعدي الخشيان يعدي الخشيان يعدي الخشيان يعدي يعدي يعيد الاثنين ثمانية اعتماد الأول انتخبنا مع دائرة التسعة عشر داخل المنطقة وتعدي صار ناحية المرمى للخلف الخيان للأمام بيعدي مصالح صديق ومعاه العصفور ولا تمر. كرة جيدة من خيان ومهارة جيدة من خيان.
هجمة الهلال لحظة خطوط 10 يرجع يلعبها ولسه الكرة خطرة في المرمى المرمى تخلص من راس على عطلة فهد الف شيان ومعاه محمود متملي بعد شيان ومحمود بعد شيان بعد يحاول يعدي من بريرة بيعدي بعد واحد واثنين وثلاثة بيعدي لهذا الاهتمام لهذا الطرف الاهتمام بدأ أن يعمل العرب كرة العين
للغشيان اللي عبده مرة ثانية داخل عبد. سريع نحول إلى تحت الغشيان في اليمين. ماشي يا سلام يا سهل. واحد واثنين وثلاثة فوق. عدي يوسف يلعب كرة عرضية أمام المرمى وتلعب بالرأس من بعد الغشيان وداخل. الثاني الغشيان يتخلص. الثالث الأرضية لفهد الغشيان مع جمال بيحاول يعدي بيعدي من زكي. فهد الغشيان على جناح الملعب يلعب على حد فهد الغشيان في اليمين بيحاول يعدي أمام فايز مهاراته عالية بيحاول يعدي بيعدي من واحد من اثنين وخطيرة بالرأس التباوي الغشيان. بعد الغشيان اللي ياخذ هجمه لصالح الهلال بعد يحاول يعدي من بندر الخالدي ويلعب كره عرضيه جميله جل عنا عبد الله لفهد بيحاول يعدي بيروح يمرر الغشيان وغشيان سدد هذه المره في المرمى. دينو سمير هلال دينو الغشيان يعدي من الدبيخي الزاوية هجمة سريعة مرتدة
شيان. فهد يقود هجمة لصالح الهلال. ناحية اليمين فهد شيان مرتدة مرتدة. واحد اثنين تأهل ليدخل مع السبعة فرق. صلحها لفهد الخشيان اللي يتنقل. فهد يسدد. الشيوي للخشيان. شيان على الجناح الأيمن بيحاول يعدي ناحية الوسط. شيء يعني كرة حصلها يشارك غازي عسيري. فهد فهد يقود هجمة Yeah.
شاء الله هلالية. أمس كان سلم كاس بطولة الأندية الآسيوية للشباب السعودي. الاتحاد سدد قوية وداخل.